اوكي، اما الموضوع التاني فحنحكي فيه عن هاي اللعبة. هاي اللعبة في كتير منكم بيعرفها وفي كتير ما بيعرفها، هي منافسة لفورزا هورايزن فايف فور ما بعرف. المهم فيها كتير شغلات، يعني خريطتها كتير كبيرة ومهولة، يعني خريطة امريكا كاملة موجود بها اللعبة. في يعني في فوق 700 سيارة وطيارة وشو كمان موتوسيكلات وسفن، يعني في كتير شغلات منوعة بهاللعبة. فحنصير ننزل عنا شغلات جيم بلاي، استعراض للسيارات مثلا وتشفيط من 0 ل 100 من 100 ل 200، يعني هيك فيديوهات مهضومة. وإذن الله صير ننزل مثلا بالجمعة فيديوهين، أوقات 3 إذا كنت كتير متحمس، بس إنه على الأغلب فيديوهين. اما الفيديوهات اللي حنزلها ف حنقسمها لثلاثة اقسام بعتقد او اربعة ما بعرف، بس انه هي مقدمة اللي هي بتكون جواتها الكراج، بستعرض لكم السيارة جوا مثل ما كنت عم بعمل من شوي، بجي بفتح الباب فرجيكم اياها من جوا، دولكم الارضية وهيك. تاني شقفة من الفيديو اللي هي بستعرض لكم السيارة برات الكراج، بجرب لكم اياها على الطرقات، بسوقها بسرق فيها بشفط فيها، يعني بعمل كتير شغلات. اما تالت قسم فحيكون من 0 ل 100 تسارع السيارة من 100 ل 200، عرفتوا كيف؟ واذا مثلا لقينا واحد عم يلعب اونلاين واجا بده يسابقنا بنضيفها هيدي كرابع قسم بالفيديو، بس انه بعتقد هودي الثلاثة هن الاهم، وهوديك يعني هيك مثل شغلات بسيطة. فبتمنى منكم اذا تشجعتوا، واذا ما تشجعتوا لغيري لانه ما عم بعرف احكي.